رجعت وياكم أصدقائي بحلقة جديدة. الهاتف من شركة سامسونج، هذا الهاتف ما نزل الآن، ولكنه الشيء العجيب بالأمر واللي خلاني أركز عليه أنه هو نزل بسعر والآن صار بسعر ثاني. الآن هذا السعر هو 200 دولار. اليوم راح أتكلم لكم عن المواصفات اللي يجي بها هذا الهاتف مع السعر الجديد مع هذا الوقت نفسه، هل يستحق هذا الهاتف أو لا؟ هذا عنوان لهذه الحلقة، خليكم معي. بداية، هذا الهاتف هو من عائلة الأي اللي هي تكون محبوبة لدى كثير من المستخدمين لأنه تقدم مواصفات متوسطة مع انخفاض الأسعار بأغلب الأحيان. ولكن الشيء الغريب أنه عندما تلقي نظرة على هذا الهاتف تشوف أنه شركة سامسونج استغلت تصميم هذا الهاتف بكثير من الهواتف نفسه. يعني إذا جيت أقول لكم مثلا A51 أو A71 أو A30S أو A31 اللي هو معي، واجهة الهاتف تمثل واحدة من أهم نقاط القوة اللي يعتمد عليها هذا الهاتف بالتمركز بالأسواق نفسها، لأنه يحتوي على شاشة سوبر أموليد، وهذا الشيء اللي يكون جدا قوي من شركة سامسونج نفسها وتحبب أكثر من المستخدمين. هذه الشاشة تتمثل بألوان واقعية أكثر، أكيد زوايا رؤية ممتازة، استحواذ على واجهة الهاتف الفعلية بشكل جدا جميل. اللهم أنه الأسفل هنا اللحية اللي احنا نسميها شوي أشوفها مبالغ بها. بنفس الوقت هذه الشاشة تجي بحجم 6.4 بوصة بدقة وكثافة 2400x1080 HD بلاس، راح تكون كثافة البكسلات هي 411 بكسل بالبوصة. الرفرش ريت هنا 60، زائد انه ما يوجد اي حماية للغوريلا جلاس، ممكن تكون هذه نقاط سلبية تخفف من قيمة الشاشة اللي موجودة على هذا الهاتف. ولكنه عندما اذكر شاشة سوبر اموليد اتوقع انه هنا حصلت على قيمة جدا عالية، فالشاشة ما عندي اي ملاحظات عليها مقارنة بشاشات IPS ممكن تطرح من شركات كثيرة، فالشاشة ممتازة. من الأسفل عندنا منفذ شحن التايب سي، نقطة جدا قوية، زائد الجرس اللي موجود وزائد منفذ السماعات. من الجهة اليمنى عندنا زر خفض الصوت، من الأعلى ما يوجد أي شيء. من الجهة اليسرى عندنا استقبال شريحتين مع رام بنفس الوقت. أما بالنسبة للانتقال للأداء والسرعة والعتاد اللي موجود على هذا الهاتف، راح نبلش احنا وياكم بالذاكرة اللي موجودة. ذاكرة هذا الهاتف هي 128 جيجا بايت داخلية على 4 عشوائية. ممكن لو كان 6 عشوائية كان رفع لنا من معنويات هذا الهاتف أكثر، ولكن النقطة الإيجابية اللي موجودة والجميلة أنه تقدر أنه أنت هنا نضيف مايكرو أس دي اللي يصل إلى 128 جيجا بايت، وهنا ممكن تسع الذاكرة الداخلية اللي موجودة. أما بالنسبة لنوع المعالج اللي موجود هنا، شركة سامسونج استغنت عن معالجات الإكسينس اللي موجودة بأغلب هواتفه اللي تكون مصنعة من قبل سامسونج نفسها، التجأت ان هنا المعالج هو الميديا تك كيليو، راح يكون B65 بتقنية 12 نانومتر. هذا المعالج ما راح تحصل عليه اعلى اداء موجود، حتحصل عليه اداء متوسط. اما بالنسبة للعبة بوبجي حيشغلك الاداء المتوسط او الاعدادات المتوسطة، ولكنه بكفاءة جدا عالية، ما تشوف انه عندك تهنيج جدا قوي، ما تشوف انه لاق. بالنسبة لموضوع السخونة، حتى اكون واقع معاكم وصريح، انه حتلاحظ بعض السخونة اللي موجودة حول منطقة الكاميرا بالتحديد، ولكنه هذه السخونة هي ما توصل لمرحلة الخطورة ونشوفها كردة فعل طبيعية من اغلب الاجهزة اليوم اذا شغلت عليها لعبة ببجي نفسها. اما بالنسبة لوحدة من نقاط القوة اللي يعتمد عليها هذا الهاتف بالتقديم بالاسواق نفسها، حجم البطارية اللي يكون 5000 ملي امبير، زائد انه منفذ شحن التايب سي اللي يتمثل بشحن سريع يصل الى 15 واط. صح انه هو مو افضل شيء اليوم موجود ونشوفه، ولكنه قد يكون افضل شيء بهذه القيمة السعرية المقدمة. طيب اخر شيء راح اتكلم لكم عليه هو الكاميرات اللي موجوده. عندنا 4 كاميرات موجوده بالخلف، تتمثل بكاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل زائد 8 ميجا بكسل زائد 5 زائد 5، راح تكون واحده للعزل والبورتري، واحده للزاويه العارضه، واحده للزوم والاوبتيكال زائد الكاميرا الاساسيه. اما الكاميرا الثانويه والاماميه هي حتتمثل بكاميرا 20 ميجا بكسل. اما بالنسبه للتجربه فشخصيا بصراحه اعاني بشكل جدا كبير من الكاميرات اللي موجوده على اجهزه سامسونج، وبالاخص المعالج اللي موجود او السنسر الخاص بشركه سامسونج. نشوف انه يدخل كميه اضاءه جدا عاليه، نشوف انه بعض اللقطات يكون هايلايت عندك، ولكنه التفاصيل ممحيه ببعض الاحيان، يعني ما تحصل انه الديتيلز جدا عالي.
فبالنهاية هذه الكاميرات ممكن انه انت تساعدها بدرجة الاضاءة اللي موجودة يمك. يعني اذا اخذت لقطة بهذه الكاميرا وكانت يمك درجة اضاءة جميلة، انا حتطلع لقطة حلوة تقدر تعتمد عليها. ولكنه اذا اخذت بدرجة اضاءة ضعيفة، بصراحة هذا الشيء حيكون هو عدو لهذه الكاميرا نفسها. بالنهاية هاتف يسوى او لا، انا واجهة نظري اقول انه هو يسوى. ليش؟ لانه يجي بذاكرة حلوة، يجي بشاشة سوبر اموليد، يجي بمعالج متوسط، يجي بتصميم جميل وكاميرات حلوة، وبنفس الوقت شحن سريع. فاشوف انه هذا كله مقابل 200 دولار اليوم ما راح نحصل على اغلب الاجهزة اللي تطرح للاسواق. لهنا انا شباب انتهت حلقتنا، واتمنى انه عرفناكم على الهاتف ولو بشكل متأخر لانه انطرح قبل 3 اشهر، ونلتقي بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين في أمان الله.